خلي بالكم يا جماعه، اللي هو المحاضرتين اللي في الاول دولت هم اللي قايم عليهم تقريبا الموديول كله. يعني كل لما نيجي نتكلم في حاجه بعد كده اقول لك زي ما قلنا في الاول، زي ما قلنا في الاول، لان دولت هم اللي بنبني عليهم كل الحاجات اللي جايه بعد كده. فالمحاضره ديت من الحاجات المهمه جدا اللي هي ازاي تبص على السي تي وذا تشست، وازاي تستخدمه اصلا في البراكتس. فاول حاجه زي ما انتم عارفين ان اي واحد في اي حته في الدنيا قبل ما يخطي اي خطوه لازم يكون ورا الخطوه دي هدف. يعني لازم يكون عارف كويس قوي هو بيعمل الكلام دوت ليه. الخطوات اللي هي العشوائيه في الغالب ما بتجيبش نتيجه كويسه، وبتبقى ليها عقوبات مترتبه عليها سواء في الدنيا او في الاخره. فاحنا دلوقتي لما نيجي نطلب للعيان سي تي، وانا زي ما قلت لك انت ممكن تعمل جايدنس للطبيب المعالج وتقول له ان سي تي از ريكومندد، طالما ان انت شايف ان دوت هيكون في مصلحه المريض، وانك انت لو ما طلبتش ممكن الدكتور المعالج يعمل حاجه غير كده او ما يعملش سي تي اصلا، والعيان يضل الطريق ويتعالج علاج غلط. فعاوزين نعرف ايه الحاجات اللي هو السي تي جدع فيها ومفيد جدا. اول حاجه على الاطلاق اللي احنا حكينا فيها ساعه تقريبا كامله من شويه، اللي هي تو اسيس ان ايكوفوكال بلين اكس راي فايند. يعني عملت اكس راي ومش عارف ده يطلع ايه، يبقى الخطوه اللي بعد كده ان انا اطلب للعيان ده ان هو يعمل سي تي. كانك انت لقيت نوديول ومش متاكد من الايدج ولا الماس ولا الكالسيوم ولا كده، او لقيت ماس ومش عارف جواها ميه ولا مش جواها ميه، او لقيت ماس وانت عارف ان هي برونكوجينيك كارسينوما بس لسه في حاجات تانية لازم نعرفها. عندنا محاضره كامله على الايمجينج اوف لانج كانسر والستيجنج بتاعته. في حاجات بعد لما تشخص البرونكوجينيك محتاج انك انت تقولها، هل معاها ليمف نودز ولا لا، معاها شيست وول انفيجن ولا لا، ما عندها فاسكولار انفيجن ولا لا، تنفع تبقى اوبرابل ولا مش اوبرابل. لازم تبقى عندك فكره عن الموضوع ده، ايه الحاجه اللي بتعمل لها عمليه وايه الحاجه اللي ما تنفعش يتعمل لها عمليات بعد كده. يبقى الاكس راي ايكوفوكال اكس راي فايندنج مهم، وبعد كده ستيجنج اوف لانج كانسر، وبعد كده الميتاستاتيك ورك اب. العيانين اللي عندهم برايمري مالجنسي وانت عاوز تعرف اذا كان في بالمونري ديبوزيتس ولا لا. الحكايه ديت كانت بتتعرف بالبلين اكس راي ايام زمان، لكن دلوقتي ثبت ان البلين اكس راي ما هياش حاسمه في الموضوع، لان في ديبوزيتس صغيره جدا ما بتبانش في البلين اكس راي. فدلوقتي محطوط في الميتاستاتيك ورك اب بتاع اي اكسترا ثوراسيك مالجنسي اللي هو الشيست سي تي من غير صبغه. شيست كده سريع سريع، يا دوبك تبص على اللنج اذا كان في متاستاسز ولا ما فيش. بعد كده الديفيوز لانج ديزيز اللي هي الحكايه الكبرى اللي احنا هنتكلم فيها بكره ان شاء الله. بعد كده اسسمنت اوف برونكيكسز، كان في ايام زمان فحص اسمه برونكوجرافي، بتجيب العيان وتدخل جوه التراكيه بتاعته قسطره، وعشان طبعا ما يكحش ويفطس منك وكده بتحقن زيلوكين او بينج عشان تبنج السيرفس اوف ذا تراكي، وبعدين تزود شويه الزيلوكين ده، وبعدين تحقن صبغه اسمها هاي تراست، وتقعد تحقن 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 لحد لما تملى كل البرونكاي والتراكية والكل دوت. والعيان طبعا ما بيكونش حاسس بالكلام ده لانك انت مبنج السيرفس اوف ذا تراكي. اول ما يروح البيت والبنج يروح بيموت من الكح، يعني بيفضل يكح لما روحه تطلع عشان يطلع كل اللي انت حقنته له جوه. هذا الفحص غير ادمي وبطل خالص، والصبغه اتلغت من العالم وما بقتش تنتج، لان السي تي حل محلها ان هو ممكن يطلع لك البرونكاي زي ما انت عاوز لو نشوف دلوقتي وتشخص برونكيكسس ببساطه شديده. بعد كده التروما، العيان اللي عنده ريب فراكشر وبالمونري كونتيوجن ما بيعملش سي تي، لكن العيان اللي عنده ثراسيك انجري وشاكين في فاسكولار انجري كان الاورطه يكون انفجر او البالمونري او الحاجات زي كده لازم يعمل سي تي. بعد كده الميدياستاينم والتشست وول، الاثنين دولت الاكس راي ضعيف جدا فيهم، فانت بتحتاج السي تي في الموضوع. اخر واحد ده في غايه الاهميه اللي هو دايجنوزس اوف بالمونري امبوليزم. العيانين اللي عندهم بالمونري امبوليزم او شاكين ان هم عندهم بالمونري امبوليزم كتير جدا البلين اكس راي بتطلع نورمال.
فانت عاوز تكونفيرم الدايجنوزس قبل الان قبل الانتي كواجلنت وكده. فكان في عندك واحد من اتنين، يا اما تعمل حاجه اسمها فنتيليشن بيرفيوجن سكان، يعني تحقن ايزوتوب في الوريد في يوم وتصور، وبعدين تخلي العيان يستنشق ايزوتوب وتصور، وبعدين تبص على الحقن وتبص على الاستنشاق وتشوف الفرق ما بينهم، فتعرف ان دي امبوليزما، يعني فحص عقيم جدا وبياخد 48 ساعه. بطل خلاص الفحص ده، ما بقاش موجود، وحل مكانه السي تي دلوقتي زي ما هقول لك. الحل الثاني كان انك تدخل قسطره في البلمونري ارتري وتحقن صبغه عشان تشوف مين الارتري اللي مسدود، which was an invasive technique في عيان اساسا تعبان جدا عنده بلمونري امبوليزم وخارج من الانتنسيف كير، وانت عاوز تحقن له صبغه وتزود الفوليوم اوفرلود بتاع السيركيليشن، تعمل مشاكل جامده بالاضافه للمشاكل اللي هو فيها. لكن السي تي دلوقتي حل محل خالص كل هذه الايه الامور زي ما هنقول دلوقتي. وانا عاوز اعمل سي تي للعيان، بعمل ايه؟ بجيب المريض وبنيمه على ترابيزه السي تي اللي هي زي كده. بعد لما المريض بينام على ترابيزه السي تي، السي تي نفسه ما يعرفش فين الشيست اللي انا عاوز اعمله، فبنقول للسي تي اول حاجه يعملها حاجه اسمها سكانوجرام. سكانوجرام يعني ايه؟ يعني صوره مبدئيه للجزء المراد فحصه. لما انت تقول للسي تي اعمل سكانوجرام، يقول لك عاوزه امامي ولا بالجنب؟ في الشيست والابدومن لازم الاسكانوجرام يكون امام، في السكال والسباين لازم الاسكانوجرام يكون بالجنب. فانا هعمل اسكانوجرام امامي يعني كده. انت هتقول السي تي بيعمل اسكانوجرام امامي ازاي وبالجنب ازاي؟ هوري لك دلوقتي. بس المهم احنا طلعنا الصوره دي على الشاشه، اول ما نطلعها على الشاشه دي اسمها اسكانوجرام. اروح جاري للكمبيوتر خطين، خط من هنا وخط من هنا، اللي هو بداية الشيست ونهاية الشيست. أقول له أنا عاوز أصور الحتة دي. أول ما تجر خطين كده يسألك سؤال، عاوز المقاطع دي كل قد إيه؟ كل سنتي ولا نص سنتي ولا 2 مللي ولا مللي ولا إيه؟ فأنت بتكتب له على الشاشة. لو كان دوت راجل أدلت أو ست أدلت يعني، بتقول له كل سنتي، المقاطع في الشيست كل سنتي. لو كان طفل فبتصغر المسافات شويه، بتبقى كل 7 مللي، هو ده اللي احنا شغالين عليه. فتكتب له كده كل سنتي، يقول لك طيب اتك بقى على الكوبس بتاع الاشعه، فتتك ياخد مقطع، وبعدين الكمبيوتر يحرك السرير سنتي، وبعدين ياخد مقطع ثاني، وبعدين يحرك سنتي، وبعدين ياخد مقطع ثاني، وهكذا لحد لما نخلص المسافه اللي انت قلت له عليه. طيب بعد كده قبل ما تتك على الكوبس بتاع الاشعه لازم تشوف هل انا هحقن العين صبغه ولا مش هحقن العين صبغه. هنقول دلوقتي امتى تحقن وامتى ما تحقنش. لو كنت ناوي تحقن العين صبغه لازم يصوم عشان الصبغه بتعمل مشاكل لو كان واكل ويرجع والكلام ده كله. اما تطلع المقاطع على الشاشه بتصور كل مقطع مرتين، كل مقطع مرتين، مرة اسمها ميدياستاينال ويندو، يعني بتشوف الميدياستاينال ستراكشرز بس ما بتشوفش اللنج، ومرة اسمها لنج ويندو، يعني بتشوف اللنج بس ما بتشوفش الميدياستاين. ازاي بتصور الاثنين دولت؟ المقطع طلع لك على الشاشة، تبص على الكيبورد في زرار مكتوب عليه ميدياستاينال وفي زرار مكتوب عليه لنج، تتك على ده مرة وتتك على التاني مرة وتطبع على الايه؟ على الفيلم. ده معناه انك انت ما تعرضش العيان للاشعه مرتين عشان تطلع ميدياستاينال ويندو ولانج ويندو، لا هي مره واحده بس، بس الباقي كله عن طريق الزراير اللي موجوده فين؟ في الجهاز. بعد كده لو كان في جهاز كويس من اللي احنا هنحكي عليه دلوقتي، ممكن تقول له المقاطع الترانشات ديت اعملها بالطول. بالطول هيقول لك انت عاوزها بالوش كده يعني كورونال ولا بالجنب كده يعني ساجيتال، تختار. عاوز ده عاوز ده، عاوز الاثنين مع بعض ما يجراش حاجه. فيروح اعمل لك ده كده واعمل لك دوت كده. خلاص؟ طيب. ده البرونكوجرافي بتاع زمان اللي هو معبي انت العيان صبغه وموري التراكيه والبرونكاي وكده، بطل خلاص الكلام دوت. امتى ما تحقنش صبغه؟ انت تسال نفسك سؤال، احنا بنحقن الصبغه اصلا ليه؟ عشان نشوف الفيسلز، والفيسلز دي موجوده فين؟ في الميدياستاينم. يبقى لو انا مهتم بالميدياستاينم احقن صبغه. لو انا الهم بتاعي كله في اللنج ما حقنش صبغه، صح كده؟ طب امتى يكون الهم بتاعي في اللنج؟ ديفيوز لنج ديزيز، عاوز اعرف ده انه واحد فيهم زي ما نقول بكره. برونكيكسز، لنج ميتاستاسيز، كل ده مش محتاج انك انت تحقن صبغه. بعض الحالات التروما اللي هو ريب وكونتيوجن ومش عارف ايه، ما انتش محتاج
تحقن صبغه، غير كده انت محتاج تحقن صبغه. طيب ايه هي الصبغه اللي انت بتحقنها؟ الصبغه بتاعت الاي في بي اللي هي يوروجرافين تليبريكس اي حاجه من اللي موجوده في السوق. بتحقن قد ايه؟ ما تقولش بقى 100 سنتي ولا 300 ولا 100، لازم تقول بالبودي ويت. يعني وانت في الامتحانات وبتكتب والكلام ده كله 1 إلى 2 ملي لتر بير كيلوغرام بودي ويت. يعني الواحد الطفل اللي هو عنده 20 كيلو بتحقنه 20 سنتي مثلا. يعني معايا؟ طيب نيجي بعد كده ازاي السي تي اصلا بيطلع الصوره. السي تي عباره عن صندوق كبير كده اسمه الجانتري. الصندوق ده موجود جواه انبوبه اشعه وموجود الحاجه اللي بتصور. الحاجه اللي بتصور اسمها ديتكتور. الحاجه اللي بتصور اسمها ديتكتور. المريض فين؟ في النص ما بين دولت كده. انا عشان اخد مقطع في جسم العيان لازم الانبوبه والديتكتور يلف 360 درجه حوالين المريض. خلاص كده؟ طيب الانبوبه والديتكتور ما يقدرش يلف 360 درجه حوالين المريض ايام زمان بسبب ان الانبوبه دي ممسوكه بكابلات الكهرباء في الارض. وبالتالي علشان تاخد مقطع في جسم العيان ما تقدرش تلف لفه بالكامل، لازم تلف نص لفه وبعدين زي يعني لو احنا مثلا تخيلنا كده ادي الانبوبه والديتكتور. انا هاخد مقطع فالانبوبه دي تمشي كده وبعدين تقف لانها ممسوكه بالكابل وبعدين ترجع في مكانها وبعدين تلف كده وبعدين تقف وبعدين ترجع في مكانها. يبقى انا عشان اخد مقطع في جسم العيان بالانبوبه بتمشي كم مره؟ 4 مرات. 4 مرات رايح جاي رايح جاي. طيب في الوقت ده كان اقدم جهاز اشعه موجود سنه مثلا 80 او 81، وكان بيعمل السي تي اوف ذا تشيست في ساعه كامله يشتغل فيه. بعد كده طلع جهاز جديد اسمه ذا سبايرال سي تي. السبايرال سي تي هو نفس الجهاز ولكن الكهرباء بتوصل للانبوبه من غير كابلات. اذا الانبوبه تقدر تلف لفه كامله من غير ما تقف. في نفس الوقت اللي الانبوبه بتلف فيه خلينا السرير اللي نايم عليه المريض يمشي. يبقى السرير ماشي والانبوبه بتلف هيطلع لك الحلزون ده. يبقى سبايرال سي تي. السبايرال سي تي خلى الفحص 12 دقيقه بدل 60 خلاه ايه؟ 12 دقيقة، لأن الأنبوبة بتلف على طول والسرير بيلف على ماشي على طول، فخلاص الوقت اختصر. جينا بعد كده طلع الجهاز الجديد اسمه مالتي ديتكتور أو مالتي سلايز. السبايرال سي تي أصلاً كان عبارة عن أنبوبة أشعة وديتكتور. كل لما يلف لفة يعمل إيه؟ ياخد مقطع، وكمان لفة ياخد مقطع، وكمان لفة ياخد مقطع. طيب جيت انا قصاد انبوبه الاشعه ورحت حاطط بدل ديتكتور واحد حطيت 4، يبقى كل لفه ياخد كام؟ 4. يبقى اللي كان بيعمله في 12 دقيقه دوت يعمله في كام؟ في 3 دقائق. صح كده؟ قال لك حس ان الموضوع كده نكتر الديتكتورز قصاد الانبوبه. فبعد ما كان 4 بقى في 6 و8 و10 و16 و32 و64. 64 ديتكتور يعني ايه؟ يعني تلف لفه تاخد 64 مقطع، يعني تعمل الشيست في قد ايه؟ في ثانيه او ثانيتين بالكتير قوي، تعمل الشيست في ثانيتين اللي هي لفه كده وتاخد المقاطع كلها. طيب بعد شويه ال 64 ده بقى 128، وبعديه راح نازل 256، وبعديه 320، وبعديه 640. ال 640 لسه ما دخلش مصر لكن الباقيين كلهم موجودين. لحد ال 320 موجود. ده معناه ايه؟ ان مفيش زمن تقريبا. انت بتعمل الشيست ده والابدومين والبلفس ورجلين العيان وكل دوت في ثانيتين ثلاثه. اوامك اوام. يبقى انت عندك جهاز سريع جدا جدا جدا. استفدت منه ايه؟ جهاز سريع جدا جدا. نمره 1 فيري رابيد سكاننج. فيري رابيد سكاننج مش للمريض ولكن للعدد. افرض انت في مكان زحمه وعندك ويتنج ليست كل يوم 70 عيان والجهاز بتاعك نهار ما تقتله شغل ما يقدرش يعمل غير 30 عيان في اليوم كله من اوله لاخره.
زي ما يكون في بعض الاماكن. لكن الجهاز ده يعمل السبعين دولت في شيفت، يعني من اول مثلا الساعة 12 لحد الساعة 2 يكون خلص السبعين، لان كل الوقت على فكرة مستهلك في ان العيان داخل وبيغير الهدوم ويطلع على الجهاز ويركب الكانيولا وينزل ويروح ويجي ويلبس وكده، لكن وقت الفحص نفسه مفيش تقريبا وقت خالص. يبقى رقم واحد ممكن تختصر الويتنج ليست. رقم اثنين الفاسكولار ايمجينج. انت دلوقتي الجهاز ده بتشتريه متبرمج، تحقن الصبغه في الوريد وقول له عاوز اصور الفيسل اللي يعجبك. الفيسل تكتب له اسمه، هو عارف الصبغه هتمشي من الفيسل ده لحد من الوريد لحد الفيسل اللي انت عاوزه مثلا في 20 ثانيه. يقول لك احقن، تحقن، يستنى 20 ثانيه ويصور ويطلع لك الصور. يبقى دلوقتي ما فيش اي مجال خالص انك تدخل قسطره في جسم العيان عشان تعمل انجيوجرافي. ندخل قسطره عشان تعمل ايه؟ انترفنشنال، تسلك فيسل، تقفل فيسل، الكلام ده كله. لكن تصور فيسل بس دياجنوستيك بطل خلاص، بطل انتهى. بما فيه الكوروناري، الكوروناري كان مشكلتنا ان الهارت بيعمل كده فبيهز الصوره، فانت عاوز جهاز اسرع من الهارت ريت. لما جه ال 64 كان كفايه بالنسبه لك انك انت تصور بيه، لما يكون اقل من كده 32 مثلا او 16 بتدي العيان دواء عشان تخفض الهارت ريت، تدي له بيتا بلوكرز ولا ما اعرفش ايه عشان تخلي الهارت ريت سلو عشان تعرف تصور. لكن لما جه ال 320 واللي وراه وبتاع ما بقاش يهمك، بتحن وتصور وكل حاجه زي ما انت عاوز. بعد كده الفيرشوال اندوسكوبي، اي حته مجاري موجوده جوه الجسم، اي حاجه مجرى، انبوبه مجوفه، تعرف تمشي جواها عن طريق السي تي بحاجه اسمها المنظار التخيلي، هوري لك الكلام دوت بيشتغل ازاي. حاجات كتيره، كولونوسكوبي، برونكوسكوبي، رولورو، زي ما انت عاوز. وبعدين فيرتيكال ريكونستراكشن، انك تركب الصور. ايام زمان، لما مش زمان قوي يعني، لما انا كنت مدرس في الاشعه وكان عشان تعمل تركيب الصور فوق بعضها كده، تدي الاوردر للجهاز بالليل وتاخد الصوره تاني يوم الصبح، يعني تروح تنام تدي له قول له ريكونستراكت وتروح انت بقى تنام وتتعشى وكل حاجه وتفطر وتيجي تلاقي لسه يا دوبك منزل لك الصوره وشكلها مريع، وحش جدا، صوره وحشه جدا. لكن ده ريكونستراكت على طول، وانت 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 في نفس الثانيه تركب الصوره على طول زي كده. فانت دلوقتي حقنت صبغه عاوز تصور البلمونري ارتري، تروح حائن وتقول له صور البلمونري، يقول لك طيب نصور، ركب الصور بالطول، ركب ادي البلمونري ارتري والبرانشات بتاعته رايح جاي كده اهوت لحد اخر، تشوف اي حته فيها امبولاس، ارتيريال فينس مالفورميشن، مش عارف مين، ولا لمست العيان الا بس انك انت حقنت له شويه صبغه في الوريد. الجهاز عنده امكانيه تلوين الصور، انك انت تفتح صفحه الالوان زي اي كمبيوتر وتقول له خلي الفيسل اي لون يعجبك يخليه، ومش عارف اعمل الريب بانهي لون، نفس الحكايه. فمثلا هنا ده عيان عنده امبوليزم في الحته ديت كده، وده الفيسل البيتنت، وده المكان بتاع اللنج اللي هو فيه الانفاركشن نفسه. الجهاز عنده امكانيه انه يطرح اي حاجه من الصوره مش عاجباك. فمثلا لو انت عاوز تشوف البلمونري سيركيليشن والريبس هتبقى مضايقاك تشيلها، والسباين هيبقى مضايقك تشيله، واللنج والاوسوفجس والتراكيه تشيلهم. تشيلهم ازاي؟ تشاور له عليه وتقول له سبتراكت، يروح مطيره من الصوره، يتبقى لك الحاجه اللي انت عاوزها بس زي كده، ان البلمونري سيركيليشن ان يو سي. مثلا في الهارت تعمل صوره زي دي كده، عملتها ازاي؟ مقاطع، وبعد كده ركبها 3 دي لان مجسمه، وبعدين لونها بالالوان الطبيعيه، يبقى كده. ما انتش شايف الكورونري ده كويس وهو بيلف كده، تقول له افرد الارتري، يروح فارد الارتري من اوله لاخره عشان تشوف اذا كان في حته ضيقه مش ضيقه مش عارف ايه. مثلا الاورطه، تحن صبغه وتقول له عاوز اصور الاورطه، يقول لك طيب احن. اول ما تيجي الصبغه في الاورطه يصور، ادي الاورطه اهو نازل ابدومينال مش عارف ايه ايه ايه. شيل بقى كل حاجه، شيل الريبس واللنج والليفر والسبلين والكدني، شيل كل حاجه وسيب الاورطه بس، يعمل كده. بعد كده الحته دي مثلا فيها انيوريزم، اعمل لها تكبير، يعمل لها تكبير، خليها من الجنب يعني عشان نبص من ورا لقدام، يخليها بالجنب، اعمل لها الوان، اعمل لها الوان.
اي حاجه انت ممكن تتخيلها من ناحيه الريكونستراكشن وكده ايميديت في نفس اللحظه يطلع لك الايه الصور. اللور ليمب ايام زمان انت ما شفتوش طبعا المناظر اللي احنا كنا بنعملها. عشان تعمل فيمورال انجيوجرافي نجيب لازم دكتور التخدير وبعدين تبنج المريض وتيجي على الجراين هنا وتمسك ابره تخينه وتقعد تعمل كده كده عشان تصيد الفيمورال ارتري وتنتهي الحكايه بهيماتوما تخن كده عقبال ما تجيب الارتري وتحن جواه صبغه والعيان لو مش مبنجه بيصوت كل ما تحن صبغه كده. لكن دلوقتي تحن صبغه في الوريد وتقول له صور الفيمورال ارتري يصور شيل الفيمر عشان مضايقاني والمش عارف مين ومين يشيلهم خلي الفيسل ابيض يخليه اعمله اسود يعمله خليه بالالوان الطبيعيه خليه بالالوان الطبيعيه. ده فيسل نورمال وده فيسل مقفول مثلا هنا عند البوبليت الارتري وكده نفس الحكايه كده. ده فيمورال انجيوجرافي معمول بالسي تي خدت صور وبعدين قلت له شيل كل حاجه وسيب الفيمر مثلا على مزاجك ان يو سي ذس ذا كومن فيمورال ارتري وده البروفاندا وده السوبرفيشال فيمورال ارتري مقفول من اول هنا لحد هنا معايا. لون باي لون يعجبك الحاجه اللي انت تريحك ممكن تلون بيها وتصور مثلا الميزنتريك فيسلز برضه دي كانت شغلانه عشان نعملها ايام زمان. دلوقتي تحن سابوه تقول له لما يجي في الميزنتريك صور يصور اند ذس از ذا اورتا والسيلياك والسوبيريو ميزنتريك. الانتستين مش عاجباك شيلها وما اللي عاجباك عاوز تخليها خليها نفس الحكايه. عاوز ابيض واسود ماشي عاوز الوان مفيش مشكله. طيب يبقى احنا دلوقتي الفكره اللي انا قلت لك عليها بتاعت الارتيري فينوس مال فورميشن هنا كنا بنلاقي ارتيري فينوس مال فورميشن في البلين فيلم نجيب بقى البنج والمش عارف مين وندخل بقسطره ونطلع على البلمونري ارتري ونحن صبغه كل الكلام ده خلاص. تيجي العيان عادي وتحطه على السي تي وتحن صبغه في الوريد وتقول له تروح البلمونري يتصور وبعدين تركب الصور وتشوف الايه الاي في ام من غير كل الانفيجن اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي بقى دلوقتي للاناتومي بتاع الشست. الابلكيشنز دي كلها وانت ماشي معانا هتتعرض ليها على طول وهتاخد اكزامبلز كتيره جدا للفيرشوال ازاي بيتعمل وازاي بنقراه وازاي كل الكلام ده. احنا عندنا في السي تي صورتين، صوره اسمها ميدياستاينال ويندو وصوره اسمها لانج ويندو. في الميدياستاينال ويندو عاوزين نعرف الميدياستاينال ستراكشرز وفي اللانج ويندو عاوزين نعرف ذا لانج ستراكشرز اللي هم اللوبس والسيجمنتس والكلام ده كله. فانت لما تيجي تقرا الشيست اول حاجه تعملها تحط ايدك على اللاند مارك بتاعتنا اللي هي The arch of the aorta اللي هو معروف باسم الموزة كل الناس عارفينه بالاسم ده لانه هو يشبه الموزة تجاوزها. يبقى اول ما تبص على الشيست سي تي تحط ايدك على الموزة. الموزة ده اللي هو مين؟ The arch of the aorta. تعالى في الصورة ديت ادي الارش اوف ذا اورتا اللي جنبه على طول هو The superior vena cava. يبقى ادي الارش اوف ذا اورتا واللي جنبه هو ده سوبيريور فينا كيف. خلاص مفيش اناتومي تاني في الحته دي. التراكيه والاوسوفيجس والكلام ده هنجيله في اللانج ويندو لما يكون مليان هواء. يبقى اما تحط ايدك على الارش اوف ذا اورتا تعرف على طول مين اللي جنبه ده سوبيريور فينا كيف. طيب ادي الارش اوف ذا اورتا وادي السوبيريور فينا كيف. لسه في حاجات فوق احنا سبناها وفي حاجات تحت عاوزين نشوفها. فنطلع فوق الاول. طلعت فوق الاول هتشوف ايه؟ البرانشات اللي طالعه من الارش اوف ذا اورتا اللي هم مين؟ ليفت سب كليفيان، ليفت كومن كاروتيد والنومينيت ارتري. ادي الثلاث كور اللي هم مترصصين جنب بعض، ليفت سب كليفيان، ليفت كومن كاروتيد والنومينيت ارتري. معاهم مين؟ النومينيت فين الشمال واليمين. الشمال كروسنج ذا ميد لاين عشان يتحد مع اليمين، عشان يعمل في المقطع اللي بعديه ذا سوبيريور فينا كيفا. ادي الشمال اهو كروسنج ذا ميد لاين عشان يتحد مع ده. عشان يعملوا بعد كده مين؟ ذا سوبيريور فينا كيفا. يبقى الثلاث كور اللي مرصصين جنب بعض بنفس الطريقه اللي مايل بيها الارش اوف ذا اورتا هم البرانشات اللي طالعه منه. ولو طلعت فوق مش هتلاقي حاجه ثاني، هتلاقي الثلاث كور اللي هم ليفت سب كليفيان، النومينيت ليفت كومن كاروتيد والنومينيت ارتر. وهتلاقي النومينيت فين الشمال واليمين. نزلت لتحت الشمال هيعدي عشان يتحد مع اليمين، نزلت لتحت اتحدوا مع بعض وبقى في ايه؟ ذا سوبيريور فينا كيفا. طيب لو انت عاوز تبص تحت الموزه ادي الليفل اللي انت بتقطع فيه اللي هو الارش اوف ذا اورتا اللي هو ده وجنبيه ذا سوبيريور فينا كيفا. لو نزلت لتحت شويه هيحصل ايه؟ الارش ده هيتقسم الى اسندنج وديسندنج.
اهو ascending و descending. وفي حتة هنا فاضية في النص اللي هي دي اللي هيطلع فيها بعد كده البلمونري ارتري. فلو انت نزلت تحت شوية هتلاقي في ascending و descending وبينهم البلمونري في الحتة الفاضية دي. ادي الاسندنج وادي الديسندنج، والبلمونري هو اللي عامل زي التمانية ده، المين ترانك والليفت برانش والرايت برانش. امال مين ده؟ الاسندنج. ومين اللي جنبه؟ السوبيريور فينا كيف. خلاص كده؟ تايم. يبقى لو حد قال لك يطلع مين ده؟ الاسندنج. ومين اللي جنبه؟ السوبيريور فينا كيف. ومين ده هو؟ طيب لو نزلت لتحت شويه يحصل ايه؟ البلمونري ارتري بان. البلمونري ارتري عامل زي التمانية، ليه قبة اسمها ذا مين ترانك، وليه ليفت برانش وليه رايت برانش، وده الاسندنج وده السوبيريور فينا كيفا وده ذا ديسندنج اورتا. نيجي هنا ادي الاسندنج وجنبيه السوبيريور فينا كيفا، وادي البلمونري مين ترانك ليفت برانش رايت برانش وبعدين ديسندنج اورتا. كل برانش من دولت هيدخل في كاردياك تشامبر. السوبير فينا كيفا هيخش في الرايت اتري، والاسندنج اورتا هيخش في الليفت فنتريكل، والبلمونري ارتري هيخش في الرايت فنتريكل، والديسندنج اورتا هينزل في بطن العيان. صح كده؟ طيب نيجي نمسك السوبير فينا كيفا اهو، ادي السوبير فينا كيفا وادي بدايه الرايت اتريم الحته اللي انا بشاور عليها دي، بعد كده ده السوبير فينا كيفا والرايت اتريم، بعد كده سوبير فينا كيفا دخل في الرايت اتريم. اوكي؟ طيب تعالى للبلمونري، ادي البلمونري، ادي البلمونري هيخش في الرايت فنتريكل، دخل في الرايت فنتريكل، اند ذس از ذا رايت فنتريكل، واللي جنبه ذا رايت اتري. تيجي للاسندنج، ادي الاسندنج، ادي الاسندنج، ادي الاسندنج، ادي الاسندنج هيخش هنا، هنا دوت الليفت فنتريكل اللي هو جنب الرايت فنتريكل اللي هو جنب الرايت اتريم اللي هو جنب الليفت اتري. يبقى الليفت اتريوم هو اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده اللي هو ذا ميد لاين كاردياك تشيمبر اللي موجوده على طول ان فرونت اوف ذا سباين. طيب فاكر ايام زمان كان في فحص اسمه شيست لاترال ويز بيريوم، يعني تعمل شيست لاترال لاترال اكس راي زي دي كده وتشرب العيان بيريوم اللي هو موري الاسوفجس. عشان ايه؟ عشان لو الهارت كبر يزق الاسوفجس لورا. يبقى معنى كده مين اللي ورا الهارت على طول؟ الاسوفجس. مين اللي قدام الاسوفجس immediately؟ الليفت اتريوم اللي هو ذا ميد لاين كاردياك ايه؟ تشامبر. اذا لو انا بصيت هنا يبقى ده الديسندنج اورتا والحته دي تمثل الاسوفجس واللي قصادها على طول هو الليفت اتريوم. لو انت نزلت لتحت شويه يبقى ده الليفت اتريوم اللي هو جنب الليفت فنتركل اللي هو جنب الرايت فنتركل اللي هو جنب الرايت اتريوم. لو نزلت لتحت كمان هتلاقي ذا فور تشامبرز اللي هم ليفت اتريوم رايت اتريوم رايت فنتريكل ليفت فنتريكل، وهتلاقي دخله الانفيرير فينا كيفا جاي من البطن عشان يخش فين؟ في الرايت اتريوم. وهتلاقي كمان الدوم اوف ذا ليفر. خلاص انت وصلت دلوقتي لقرب بطن العيان ووصلت لحد الايه؟ لحد الليفر نفسه. طيب احنا في السي تي ما بنخلصش الفحص الا لما نوصل لحد السوبر رينال جلاند. احنا معلمين الفنيين كده، تفضل تاخد مقاطع مقاطع وتنزل في بطن العيان لحد لما تشوف السوبر رينال جلاند. فين هي السوبر رينال جلاند؟ فوق الكدني. شكلها عامل ازاي؟ انفيرتد واي، انفيرتد واي زي دي زي دي كده وزي دي كده. ده ذس از ذا سوبر رينال جلاند اليمين ودي الشمال. ليه احنا بنقول للفني كده؟ لان العيان لو عنده برونكوجينيك كارسينوما واحده من الاماكن اللي بتروح لها هو ده سوبر رينال جلاند، فاحنا مش هنعرف نفهم الفني برونكوجينيك كارسينوما شكلها عامل ازاي. فهنقول له كده كل لما تعمل شيست طلع نورمال مش نورمال تفضل نازل نازل لحد لما تصور الايه؟ السوبر رينال جلاند. خلاص بنعرفه السوبر رينال جلاند فين وشكلها عامل ازاي ويفضل ماشي لحد ما. افرض السوبرينال جلاند كان فيها مشكله هيبقى زي كده. This is the mass in the suprarenal gland الشمال ودي ماس ثانيه in the suprarenal gland اليمين. ده الكلام دوت هنتكلم عليه لما نوصل الى الباثولوجي. يتبقى لك في الميدياستاينم الليمف نودز. الليمف نودز اللي في الشيست ما بتبانش الا لو كانت باثولوجيك. يعني الشيست الطبيعي ما فيهوش ولا ليمف نود باينه. خلاص؟
لكن افرض لقيت كور 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 في الميدياستينم في اماكن معروفه تعرف ان ديت enlarged pathological lymph nodes. ايه هم الاماكن دول؟ تسع اماكن الليمف نودز موجوده فيهم. اول مكان ورا الاسترنم، ادي الاسترنم اهو، والحته دي الحته ديت اسمها ريترو استرنال ليمف نودز. المكان الثاني ورا السوبيريور فينا كيفا، السوبيريور فينا كيفا كان فين؟ كان هنا جنب الارش اوف ذا اورتا، يبقى الكوره ديت اسمها ايه؟ ريترو كيف. المكان الثالث اسمه بري فاسكولار، والفاسكولار اللي احنا نقصده هنا هو ذا ارش اوف ذا اورتا. ادي الارش اهو وفي كور 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 كور، يبقى دولت اسمهم بري فاسكولار. ده السوبيريور فينا كيفا ووراه كوره، يبقى اسمه ريترو كيف. بعد كده المكان اللي بعد كده اسمه ذا اورتيك ويندو. الاورتيك ويندو هو المسافه ما بين الاسندنج والديسندنج قبل البلمونري ما يطلع. يعني ادي الاسندنج وادي الديسندنج، المفروض اللي هيطلع هنا في النص مين؟ ذا بلمونري ارتري، لسه ما جاش. بس الحته ديت اسمها ذا اورتيك ويندو، فبيطلع فيها جروب اوف ليمف نودز زي اللي احنا شايفينهم دولت كده، دولت اسمهم اورتيك ويندو ليمف نودز. وده السوبيريور فينا كيفا واللي وراه اسمهم ريتروكيفال ليمف نود. المكان اللي بعد كده عند الكارينه، لما التراكيه تتقسم اتقسمت شمال ويمين، يبقى كل السوفت تيشو ماس اللي قصادها دوت واللي وراها اسمه كارينال ليمف نود. لما التراكيه تبعد عن بعضها، البرونكاي يبعدوا عن بعضهم، في الحته اللي في النص ما بينهم اسمها سب كارينال ليمف نود. بعد كده الهايلم اشهر حاجه، ذا هايلر جروب اوف ليمف نود، دول الشمال ودولت اليمين. بعد كده حاجه اسمها زايجو اوسوفجيال، يعني جنب الاوسوفجس والهيمي ازوجس فين. ادي الاوسوفجس اللي هو نقطه مليانه هواء، والهيمي ازوجس فين اللي هو اللي جنبه دوت على طول. يبقى الجروب ديت اوف ليمف نودز الحته ديت اسمها زايجو اوسوفجيال. اخر واحد اسمه سيركم كارديك، يعني حوالين الهارت، بيبقى فيه سوفت تيشو ماس حوالين الهارت، والهارت دوت زي ما انتم شايفين كده حواليه ميه، يعني في بريكارديال افيوجن نتيجه وجود الليمفادينوباتي ده. كل الكتب متفقه انك انت لما تشوف سيركم كاردياك ليمف نودز تشخص نون هوتشك الليمفوم. كل لما تشوف سيركم كاردياك ليمف نودز في اطفال او كبار تشخص نون هوتشك الليمفوم، از باثوجنومونيك فور نون هوتشك الليمفوم. لكن بقيه الليمف نودز الثانيه تنفع تكون انفلاماتري وتنفع تكون نيوبلاس. في ليمف نود واحدة بس تنفع تتشاف وهي نورمال، اللي هي ورا السوبيريور فينا كيفا. طيب افرض انت عملت سي تي ولقيت الليمف نود ديت، تفوتها ولا تمسك فيها؟ على حسب شكوى المريض. لو واحد بيعمل علشان يسافر بره، او واحد بيعمل عشان يشتغل، يعني ما بيشتكيش من حاجة خالص بتاتا، ولقيت الليمف نود دي لوحدها بس ما معاش أي حاجة تانية، تفوتها. لكن اي عيان عنده شكوى بريست كانسر يبقى دي ميتاستاتيك، ما اعرفش ليمفوما يبقى دي تبع الليمفوما وهكذا. يبقى لو كان في شكوى ما تفوتهاش، لو ما كانش في شكوى تفوتها. دي بس افرض دي ومعاها حاجات تانية ما تفوتش. معايا يا جماعه؟ طيب طبعا الديفرنشال دياجنوستس بتاع الليمف نودز هنستفيد فيه لما نيجي نتكلم على الميدياستاين. تعالى بقى لللنج. انت عاوز تعرف فين الابر لوب وفين اللور لوب والكلام ده بالسي تي، انت عارفه بالاكس راي، لان في الاكس راي عندك فيشر على الشمال اللي هو بيقول لك الابر لوب هنا واللور لوب هنا، وعندك اتنين فيشر على اليمين، ده الابر لوب وده الميدل لوب وده اللور لوب. احنا عشان نشبه يبقى في شبه ما بين الشمال واليمين، هنجر خط منقط كده زي الفيشر ده على الناحيه الشمال عشان يفصل الابر لوب الى حتتين، اللينجلا وبقيه الابر لوب. يعني يفهم ضمنا ان اللينجلا دي مش لوب ولا ايه؟ ديت جزء من الابر لوب، بس احنا عشان نعمل كان الشمال شبه اليمين بالظبط. خلاص معايا؟ طيب ايه العلامه بتاعتنا اللي زي الموزه في الميدياستاينال ويندو؟ التراكيه. طول ما انت شايف التراكيه يبقى بتقطع في الابر لوب. طول ما انت شايف التراكيه يبقى بتعمل ايه؟ بتقطع في الابر لوب. وبما ان كل صوره عبارة عن مريض باصص للدكتور، يبقى ده الليفت ابر لوب وده الرايت ابر لوب. سهل كده؟ انا عاوزك تركز عشان هنخش في العميق دلوقتي. طيب
يبقى انت لو بصيت على السي تي ده كده، انت بتقطع في التراكيه ولا لا؟ اهي التراكيه دي كده، يبقى ده مين؟ ابر لوب، وده مين؟ ابر لوب برضه. يبقى لو لقيت كوره هنا تقول ان ديت موجوده فين؟ في الليفت ابر لوب. طيب افرض التراكيه اتقسمت نصين زي كده، بقى فيه برونكس شمال وبرونكس يمين، يبقى انت بتقطع فين دلوقتي؟ عند الهايلم. عند الهايلم يعني هنا، هنا الحته القدامانيه من السكشن تبع الابر لوب، والحته الورانيه تبع اللور لوب. نفس الحكايه على اليمين، الحته القدامانيه تبع الابر والحته الورانيه تبع الايه؟ اللور. يبقى لما التراكيه تتقسم السكشن يتقسم، يبقى نصه القداماني ابر لوب ونصه الوراني لور لوب. طيب التراكيه هنا مقسومه ولا لا؟ كويس، يبقى الحته دي مين؟ ابر لوب شمال، والحته دي لور لوب يمين. كويس جدا. طيب تعالى بقى نزلت لتحت شويه، يعني قطعت هنا كده، هنا يعني مفيش ولا تراكيه ولا برونكاي، لكن فيه دكاردياك شد. طيب وانت بتقطع في الهارت على الشمال قدام في مين؟ لينجلا، وورا لور لوب. على اليمين في مين؟ ميدل لوب، وورا لور لوب. بتيجي انت على السكشن بتاع السي تي وتجر خط، تخلي حته صغيره من قدام وحته كبيره من ورا، حته صغيره من قدام وحته كبيره من ورا. الحته الصغيره من قدام على الشمال اللينجل، والصغيره من قدام على اليمين ميدل لوب، واللي ورا شمال ويمين لور لوب. خلاص كده يا جماعه؟ طيب يبقى اذا لو انت لقيت كونسوليديشن زي ده، يعني في اوباستي وجواها شجره مليانه هواء، تقول دي موجوده فين؟ ازاي لينجلا يعني؟ مش التراكيه دي مقسومه نصين؟ يبقى السكشن مقسوم نصين، يبقى النص القداماني تبع مين؟ ابر لوب، والنص الوراني. طيب ايه القضيه اللي في كده؟ اللينجلا دي لما الهارت يبقى موجود، ماشي؟ طيب تعالى هنا، شايف البرونكيكسس دوت؟ حلو قوي، موجود فين؟ رايت لور لوب، رايت لور لوب، عشان التراكيه مقسومه يبقى اللي قدام ابر واللي ورا ايه؟ لو. طب كويس، تعالى هنا، شايف البطشه دي فيها اير برونكوجرام، ديت نمونيا في اللينجلا، علشان الجزء القداماني وانت بتقطع في الهارت ومفيش برونكاي تبع اللينجلا على الشمال وتبع الميدل لوب على اليمين. طيب خش بقى في الجد دلوقتي، بقى انت عرفت اللوب، ممكن تستكفي بكده على فكرة، وناس كتيرة قوي شغالة وكله في التمام، لكن ممكن تتحرفن اكتر من كده وتقول بالسيجمنت، يعني بدل ما تقول ابر لوب على بعضيه كده تقول انتيرو سيجمنت بوستيرو سيجمنت معرفش مين. انا هقولها لك وهتتسجل هنا هوت وتقعد تراجعها، هي صعبة، انا بقول لك من الاول صعبة، انا بالنسبة لي قلتها 20,000 مرة فحافظها صم، يعني ما بفكرش حتى وانا بقولها لك، لكن هي صعبة على كل الناس اللي بتشتغل في الأشعة وغير الأشعة، بس احنا هنقولها وانت مش لازم تعرفها من دلوقتي حالا، لكن بعد شوية تتمرن عليها. انت عارف طول ما انت شايف التراكية يبقى بتقطع فين؟ في الأبر لوب. أعلى حتة في الأبر لوب اسمها الإيه؟ الإيبكس أوف ذا أبر لوب. يبقى هنا الايبكس اوف ذا ليفت ابر لوب، وهنا الايبكس اوف ذا رايت ابر لوب. طيب الابر لوب كام سيجمنت يا جماعه؟ ثلاثة. انت لما تجر خطوط كده يبقى عندك انتيرير سيجمنت وبوستيرير سيجمنت وايبيكال سيجمنت، صح كده؟ طيب على الشمال الايبيكال سيجمنت والبوستيرير بيتحدوا مع بعض، يعني في ايبيكو بوستيرير وفي انتيرير بس، خلاص كده؟ طيب تعال انت بقى في السكشن دوت كده، لو انا قلت لك مين دوت هتقول ابر لوب، صح؟ الشمال. ومين التاني ده؟ ابر لوب اليمين، مظبوط كده؟ طيب عاوزين نطلع السيجمنتس، هنا في ثلاثة وهنا في اثنين، هنروح عاملين كده، هنروح عاملين خطين، واحد طويل واحد قصير. طيب يبقى اللي قدام دوت اسمه ايه؟ انتيريو سيجمنت، واللي ورا اسمه ايه؟ بوستيريو سيجمنت، واللي في النص ايبيكال سيجمنت.
طيب على الناحية الشمال في anterior segment والابيكال اتحد مع البوستيرير يبقى اسمه ابيكو بوستير. تعال نعمل تجربة. انت شايف هنا مين؟ التراكية. كفاية قوي انك انت تقول الليجنز دولت في الليفت ابر لوب. خلاص؟ عاوز تضيف اضافة تقول ان هما فين؟ انهي سيجمنت؟ الانتيرير سيجمنت بتاعت الابر لوب، صح كده؟ طيب كويس. تعالى على الماس دي اللي هي برونكوجينيك كارسينوم، هتقول ليفت ابر لوب ممتاز، لكن عاوز تقول تضيف اضافه تقول ايه؟ انتيرير سيجمنت اوف ذا ليفت ابر لوب، كويس. طيب ركز معايا، انت دلوقتي التراكيه اتقسمت نصين، يبقى السكشن هيحصل له ايه؟ هيتقسم نصين، صح؟ السكشن هيتقسم نصين. طيب النص اللي قداماني تبع مين؟ ابر لوب. والنص اللي وراني تبع مين؟ كويس. تعالى في الابر لوب، مين اللي باقي من الابر لوب؟ الابيكال ولا البوستيرير ولا الانتيرير؟ الانتيرير. وعلى الناحيه الثانيه الانتيرير هو اللي باقي والابيكال والبوستيرير خلص. يبقى الحته اللي ديت ابر لوب بس انهي سيجمنت؟ انتيرير. والحته اللي وراه اعلى حته في اللور لوب اللي هي ذا سوبيريور سيجمنت اوف ذا لور لوب، ذا سوبيريور سيجمنت اوف ذا لور لوب. يبقى شمال ويمين هنا زي بعض، الحته اللي قدامانيه anterior segment of the upper lobe والحته الورانيه superior segment of the lower lobe. اذا البرونكوجينيك كارسينوما ده موجود فين؟ superior segment of the right upper lobe، right lower lobe. كويس. الميتاستاسيس دول خلي بالك، بص التراكيه مقسومه نصين، اذا الميتاستاسيه دي هتكون فين؟ انت طبعا الكلام ده مجرد اختبارات، لكن انت مكون حاجه زي كده مش لازم تقول والكبيره في الحته الفلانيه والصغيره في الحته الفلانيه والمتوسطه، مفيش حاجه اسمها كده، بتستز وخلصنا. لكن ده في انهي؟ superior segment of the left lower lobe. طيب وده anterior segment of the right upper lobe. طيب وده superior segment of the right lower lobe. طيب تعالى بقى لما تنزل لتحت شوية، يعني تقطع في الهارت، لما تقطع في الهارت كويس، يبقى انت عندك السكشن مقسوم كده، حتة صغيرة من قدام وحتة كبيرة من ورا، صح؟ الصغيرة من قدام على الشمال مين؟ لينجل، وعلى اليمين ميدل لوب، ورا وقدام شمال ويمين لور لوب. طيب تعالى نشوف السيجمنتس اللي في اللور لوب. على الناحية اليمين في انتيرير وفي بوستيرير وفي ميديال ولاترال، صح؟ على الناحية الشمال في انتيرير وفي بوستيرير وفي لاترال بس، عشان الميديال واخدها الايه؟ واخد مكانها الهارت. طيب كده؟ طيب لو انا عاوز اعمل السيجمنتس دولت بتوع اللور لوب، اروح جارر خطين كده، خط كده وخط كده. نيجي بقى الحتة القدامانية انتيرير سيجمنت، والحتة الورانية بوستيرير سيجمنت، والحتة اللي جوه ميديال سيجمنت الصغيرة جدا دي اللي مفيش زيها الناحية التانية، والحتة اللي بره لاترال سيجمنت. على الشمال الحتة اللي قدام انتيري، واللي ورا بوستيري، واللي في النص لاترال ومفيش ايه؟ ومفيش ميديال. كويس. تعالى في السكشن دوت اللي هو الهارت باين ومفيش برونكاي، مفيش معرفش ايه، وجرينا خط، حتة صغيرة من قدام وحتة كبيرة من ورا. كويس كده؟ نيجي بقى الميدل لوب اللي هو ده كام سيجمنت؟ اتنين ميديال ولاترال. واللينجلا كام سيجمنت؟ اتنين سوبيرير وانفير. الميديال لجوه واللاترال لبره، خلاص كده؟ طيب والسوبيرير لبره والانفيرير لجوه. الانفيرير لجوه عشان بتوصل للدايفرام، تفضل ماشي جنب الهارت لحد توصل للدايفرام. يبقى هنا ميديال سيجمنت ولاترال سيجمنت، وهنا inferior segment و superior segment. تعال ادي الفيشر اللي انا برسم مكانه الخط اللي هو بيفصل ما بين الحته الصغيره اللي قدام والحته الكبيره اللي من ورا، معايا؟ اذا النقطه الحمراء دي فين؟ كفايه انك تقول في الميدل لوب ممتاز، لكن لو قلت في الميديال سيجمنت يبقى اجدع. طيب تيجي على النقطة دي lower lobe anterior segment. طيب النقطة دي lingula superior segment. طيب
النقطة دي lower lobe medial segment. كويس. النقطة دي lower lobe posterior segment. النقطة دي lower lobe anterior segment. النقطة دي lower lobe lateral segment. ممتاز. طيب العيان ده العيانة ديت عملت باستكتومي وخدت الراديشن وجالها بوست الراديشن نمونيا، وانت عاوز تكتب ممكن تقول بس في اللوب وممكن كمان تقول بالسيجمنت. فاللوب هو مين الاول؟ يا دي الواحد. التراكية مقسومة نصين، يبقى السكشن مقسوم نصين، اللي قدام ابر لوب واللي ورا لور لوب. خلاص. مين في الابر لوب دوت؟ anterior segment. يبقى عاوز تقول anterior segment of the upper lobe خير وبركة. عاوز تقول ال upper lobe اليمين خير وبركة برضو. طيب العيان ده عنده cancer colon وعنده metastasis. شايف المتاستاسية دي والمتاستاسية دي؟ خلاص. طيب المتاستاسية دي فين؟ في ال lower lobe اليمين. خلاص كده. طيب بعد كده عاوز تقول lateral segment او posterior segment على راسنا. عاوز تقول lower lobe بس يمين؟ كويس. البتاعة دي lower lobe شمال anterior segment. طيب كويس قوي. ده عيان عنده bronchogenic carcinoma وانت شايف هنا التراكية، صح ولا ايه؟ يعني لسه ما اتقسمتش. يعني انت فين؟ قلت upper lobe. ممتاز. قلت segment انهي واحدة فيهم؟ الابيكال اللي في النص، لان اللي قدام هو الانتيرير واللي ورا هو البوستيرير وهي في النص، يبقى the apical segment of the right upper lobe. العيان ده عنده برونكوجينيك والتراكية مقسومة، يعني النص القداماني upper والنص الوراني lower. قلت left lower lobe خير، قلت superior segment of the left lower lobe ممتاز. طبعا خلي بالك الحكايه دي مش هتيجي الا بالتجارب، كل شويه تكتب وتكتب وتراجع وتكتب وكده، عشان من الكبار قوي ما بيقدرش يوصل للسيجمنتال اناتومي ببساطه. تيجي هنا الهارت باين، يبقى الحته الصغيره اللي قدام لينجولا على الشمال وميد اللوب على اليمين، يبقى ده لينجولا. قلت لينجولا خير وبركه، سوبيرير عشان لبره يبقى ممتاز. طيب التراكية موجودة، يبقى ده upper lobe. انهي حتة في upper lobe؟ anterior segment، صح كده؟ يبقى الكرة اللي انت شايفها ديت اللي هي تبركلوما يعني in the anterior segment of the left upper lobe. عيان عنده تي بي وعنده نوديول هنا والتراكية مقسومة نصين، يبقى ده upper lobe، upper lobe شمال. انهي segment فيهم؟ anterior. طيب جيت مثلا لقيت انفلتريشنز هنا والهارت باين، يبقى لينجل. الاثنين الميديال قصدي السوبيريور والانفيريور هما الاثنين ار انفولفد. طيب بصيت على خراج هنا ابسس كده، يبقى بوستيريور سيجمنت اوف ذا ليفت لور لوب. كويس قوي. وبعدين خراج ثاني هنا سوبيريور سيجمنت، سوبيريور سيجمنت عشان التراكيه مقسومه، يبقى ده سوبيريور سيجمنت اوف ذا لور لوب. كويس. تعالى الميتاستاسيس دولت ومعاهم بلورال افيوجن. الميتاستاسايا ديت موجوده فين؟ anterior segment of the left upper lobe. والميتاستاسايا دي موجوده فين؟ superior segment of the right lower lobe. خليك ابتدي باللوب احسن الاول وبعدين السيجمنت عشان تسهل على نفسك. خلاص. يبقى اول حاجه ده انهو لوب؟ ليفت لور لوب. انهي سيجمنت؟ سوبيريور سيجمنت. طيب ده هوت ليفت ابر لوب. انهي سيجمنت؟ انتيريور سيجمنت. طيب ده رايت ابر لوب. انهي سيجمنت؟ انتيريور سيجمنت. طيب ده العيان بتاع البلمونري امبوليزم، ادي البلمونري ارتري وجواه الفيلنج ديفكت ده بتاع الامبولس، وبعدين جاله ثلاث انفركشنات. الانفركشن الاولاني في اللينجلا، انهي حته في اللينجلا؟ انفيرير. واللي جنبه سوبيرير في اللينجلا برضه، والاخير ده بوستيرير، بوستيرير في اللور لوب. طيب كويس.
تعالى للعيان دوت عنده برونكيكتسز وعنده كافيتي وادي الفشر اللي بيفصل ما بين اللوبس وبعضها والتراكيه مقسومه اتنين، يعني السكشن مقسوم اتنين ابر لوب ولور لوب. يبقى الكافيتي دوت ليفت لور لوب سوبيريور سيجن، والبرونكيكتسز دوت رايت ابر لوب انتيرير سيجمنت. طيب ده عيان عنده ثايرويد كانسر وعنده ميتاستاسيز فين؟ ده مين اللوب الاول؟ رايت لور لوب. اني سيجمنت بقى؟ ميديال سيجمنت اللي هي الحته اللي داخله جوه الصغيره. This is medial segment of the right lower lobe. فاكر لسه الميدياستاينال اناتومي ولا نسيته؟ فاكر. طيب ده مين بقى؟ اشهر اجابه على الاطلاق، اول ما تشاور على حاجه يقول لك الارش اوف ذا اورت، تيجي تقول له حصل فعلا دوت كده، تقول له ده مش شبه الموزه، يقول لك الموز اللي عندنا كده. خلاص؟ ده في بلد من البلاد فعلا قالوا لي كده، بقول له يا جماعه ده مش شبه الموز، قال لك الموز اللي عندنا عامل كده. فده مش الموزه طبعا، ده مين دوت؟ ده النومينيت فين، ليفت النومينيت فين كروسنج ذا ميد لاين للناحيه الثانيه. طيب الارتري دوت ليفت سب كليفي، واللي بعده ليفت كومن كاروتيد، وهذا اللي مليان هواء الاسوفجس. طيب تعالى للسكشن دوت اللي انت شايفه بالموناري مين ترانك، وبعدين اسندنج اورتا، وبعدين سبيري فينيكيفا، وبعدين ديسندنج اورتا. هنا هو ده بقى الموزه الحقيقيه، وده هوت رايت مين بالموناري ارتري، وده هوت ديسندنج اورتا، وده هوت سوبيريور فينا كيفا، وده هوت بالموناري مين ترانك. طيب التشيمبر ده مين؟ رايت اتريوم، وده هوت ليفت اتريوم، وده هوت ممتاز، وده هايل، وده ديسندنج اورتا. العيان دوت عنده نمونيا اللي هو بطشه كده وفيها شجره مليانه هواء، عاوزين نعرف فين؟ نبص على التراكيه، التراكيه مقسومه نصين، يبقى اللي قداماني ابر لوب واللي وراني لور لوب، يبقى ده في الابر ولا اللور ولا الاثنين؟ ممتاز، كويس قوي والله، انت يعني في امل جبار. شايف انت الفيشر اللي هو ده كده عند الليفل بتاع التراكيه اللي هي مقسومه نصين، يبقى اذا الكره الحمراء دي فين؟ رايت ابر لوب انتيرير سيجمنت، والكوره الزرقاء دي ليفت لور لوب سوبيريور سيجمنت، والكوره الخضراء ليفت ابر لوب انتيرير سيجمنت. تعالى للميدياستاينم تاني، مين ده هو؟ ديسندنج اورتا. مين ده هو؟ مين بالمونر. مين دوت؟ سوبيريور فينا كيفا. البرونكوجينيك كارسينوما دي اللي هي مشرشره كده هوت وكده، موجودة فين؟ موجودة في اللور لوب اليمين، صح كده؟ أنهي سيجمنت بقى؟ ماشي خلاص، نعمل خطوط، نعمل خطوط، أدي عملنا الخطوط. يبقى هنا هو ده الميدل لوب، وبعدين أنتيريور سيجمنت، وبعدين لاترال وميديال، وبعدين بوستيريور. طلعت فين بقى هي؟ طلعت ما بين اللاترال وما بين الإيه؟ وما بين البوستيريور، البوستيريور سيجمنت، بيكوز ذيس إز ذا ميديال، ذا ميديال سيجمنت. ممتاز، هذا وبالله التوفيق. اللي عنده أسئلة